10 جنيهات تراجع في قيمة كيلو البنيه، تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم، وانفراجة قريبة في أسعار اللحوم، وده بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة. وفي تغطيتنا الآن سنوضح لحضراتكم أسعار اللحوم والدواجن اليوم، فدعونا نبدأ بأسعار اللحوم، حيث شهدت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق خلال أسبوعين فقط بشكل مفاجئ وسريع، حيث زادت بمتوسط 100 جنيه في الكيلو الواحد. وتراوحت أسعار اللحوم البلدي البقري اليوم في محلات الجزارة بين 350 و 450 جنيه للكيلو، وتجاوزت 450 جنيه في بعض المناطق الراقية. وبهذا الصدد قال يوسف البسومي نقيب الجزارين أن مصر تعاني من مشكلة كبيرة من خلال الاعتماد على الدولار في تعاملاتها الخارجية، وأن الإنتاج من اللحوم سواء داخلية أو مستوردا أصبح يقيم بالدولار، لذلك يجب وضع حل جذري لهذا الملف من أجل العمل على الانتهاء من العديد من الأزمات، بالإضافة إلى الاستيراد معظم مستلزمات الأعلاف من الخارج. وأضاف أن أزمة جميع السلع في مصر تكمن في الدولار، حيث أن الانتاج المحلي أصبح يربط نفسه بالدولار، والجميع أصبح يقيم كل شيء بالدولار، لافتا إلى أن القيادة السياسية تحدثت عن استيراد 1.5 مليون رأس ماشي، وهو ما حدث بالفعل لكن تم استهلاكهم في الفترة الماضية. والمواد الموازية للأعلاف أسعارها زادت بالتزامن مع الدولار، وهو ما جعل سوق اللحوم يرتفع بشكل جنوني في الفترة الراهنة، مضيفا الأسعار هذه الأيام جنونية على المربيين، إذا أن كيلو العجول الحية وصل 180 جنيه، وهذا رقم غير طبيعي في حين سابق عندنا وصل ل 110 جنيه، كنا بنقول الأسعار فقدت صوابها. وفي سياق آخر، بدأت أسعار الدولار في التراجع بقوة مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، وضبط الدولار أكثر من 20 جنيها دفعة واحدة، ويشير هذا إلى تراجع تكلفة الاستيراد من الخارج، مما سيعود ذلك بالتراجع على أسعار السلع من بينها أسعار اللحوم والدواجن التي تراجعت بالفعل خلال تعاملات اليوم. أما عن أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة، فيتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 350 و 400 جنيه، ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 400 و 450 جنيه، ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 300 و 330 جنيه. ويتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و 400 جنيه، وعن أسعار منافذ وزارة التموين وصل سعر كيلو اللحم الضاني ل 250 جنيه، وصل سعر كيلو اللحم الضاني الطازج ل 270 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجه نحو 280 جنيه، وحققت اسعار اللحوم السودانيه المجمده نحو 160 جنيها للكيلو، وسجلت اسعار اللحوم السودانيه الطازجه اليوم نحو 225 جنيها للكيلو. اما عن منافذ وزاره الزراعه، بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيها، وسجل اسعار اللحم الضاني 135 جنيها، وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيها، وبلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 280 جنيه. وفي سياق متصل، قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة أن الأزمات الاقتصادية العالمية تؤثر على الدول المصرية وتؤثر على السوق، وقال أنه رغم الأزمات هناك إتاحة كاملة لكافة السلع في الأسواق المصرية ولا يوجد نقص. وأضاف أيضا هناك إجراءات كثيرة تتخذها الدول لحل ملف الأعلاف وتخفيض أسعارها في الأسواق. وتابع سعيد صالح، وزير الزراعة يعقد اجتماعات مستمرة مع البنك المركزي لحل أزمة الأعلاف، وسوف تحدث انفراجة كبيرة. وأكمل، مبادرة خير مزارعنا لأهالينا تتواجد في 274 منفذا على مستوى الجمهورية. مختتما كلامه، أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة ب 280 جنيها للكيلو، ومن اللحوم إلى الدواجن. بدأت أسعار الدواجن اليوم في تراجع متأثرة بتراجع السعر الصرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، وكانت أسعار الدواجن قد شهدت ارتفاعا مفاجئا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء ارتفاعا بأكثر من 28 جنيها،
وتراجعت أسعار الدواجن اليوم في المزارع والأسواق ما بين 5 و 8 جنيه للكيلو الواحد، ومن المرجح أن يستمر التراجع في أسعار الدواجن والبيض في الأسواق مع تراجع أسعار الأعلاف وأيضا مستلزمات الإنتاج، وأيضا هذا نتيجة تراجع سعر صرف الدولار. وأكد ثروة الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، ولكن لدينا غير رضا على أسعار الدواجن والبيض المرتفعة لأنه يعد البروتين الأول للمواطن المصري. وقال أيضا ثروة الزيني أن لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، مؤكدا أنه لا يوجد تخزين أو احتكار لها. وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن 75% من الأعلاف والدواجن مرتبطة بالنقد الأجنبي، مؤكدا أن هناك توقعات بحدوث انخفاض تدريجي للأسعار. أما عن سعر الدواجن، سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم نحو 67 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن. وعن أسعار الأعلاف، تراوح سعر الطن بين 25 و 28 ألف جنيه. أسعار الذرة سجلت وصل سعر الذرة إلى 11200 جنيه. وعن العربيات المتنقلة، تابعة لوزارة الزراعة ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 131 جنيها في البورصة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيها. وحقق سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 132 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 145 جنيها. أما عن سعر الدواجن البيضاء اليوم نحو 67 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن، وحقق سعر كيلو دواجن الأمهات اليوم نحو 58 جنيها في بورصة الدواجن، وبلغ سعر كيلو دواجن الساسو اليوم نحو 80 جنيها. وتسليم أرض المزرعة، تراوحت أسعار البنية اليوم بين 170 إلى 190. وإلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية تغطيتنا، ولكن متابعتنا للأحداث مستمرة على مدار الساعة. شكرا لكم، كنت معكم ملك ريان، وإلى اللقاء.